السلام عليكم شباب. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح عندكم؟ الصوت واضح الصوت. أولا أنا بعتذر عن التأخير، والله أنا من الساعة 10 و10 دقائق بحاول في البرامج مش راضي يفتح معي، يعني الآن 20 دقيقة أنا بحاول مش راضي يفتح معي، فالحمد لله أخيرا اشتغل معي، ونحن الآن بدأنا الساعة 10:30، فخلونا ننتهي 11:15، يعني ناخذ نفس الزمن حقنا 45 دقيقة بإذن الله تعالى في المغرب، فبس كان في مشكلة ما قادر يفتح معي، تقريبا مشكلة في النت مش في البرنامج، حاولت في الراوتر النت بتاع الجوال بتاع كل شيء مش راضي يفتح معي. أخيرا الحمد لله وصلنا واشتغل معانا. طيب مرحبا بكم في المحاضرة 9 في مقرر المحاسبة في المنشآت غير الربحية. فبإذن الله اليوم نتحدث في ما دار في الحلقة 21 و22 و23 في الحلقات المسجلة. نتحدث بداية عن القوائم والتقارير الدورية، هذه في الحلقة 21، الناس اللي بتتابع من الباوربوينت الحلقة 21 القوائم والتقارير الدورية. طيب القوائم والتقارير عندنا نوعين من التقارير اللي هي تقارير دورية وتقارير ختامية. التقارير الدورية اللي هي الأضابير وكشف حساب شهري، والختامية هي الحساب الختامي للدولة ومرفقاته. الحساب الختامي للدولة ومرفقاته. طيب ما هو مفهوم التقارير المالية؟ مفهوم التقارير المالية هي عبارة عن بيانات وجداول إحصائية. يعني أحيانا ممكن بعدين في بعض الأسئلة ممكن يسألك عن البيانات والجداول الإحصائية، هي لها نفس المعنى أو معناه يطابق معنى التقارير الإحصائية التقارير المالية. أيضا هي مستخرجة من الدفاتر المالية اللي هي درسناها في المحاضرة الماضية وقبل الماضية، تحدثنا عن الدفاتر المالية، وتعد وفق التعليمات المالية لتزويد الإدارة والجهات الرقابية بالمعلومات المحاسبية عن نشاط الوحدة الحكومية، وأيضا هي لها مواعيد محددة ودائما تستخدم لإحكام الرقابة واتخاذ القرارات. طيب أهداف التقارير المالية، من أهدافها عرض نتائج تنفيذ الموازنة، التأكد من سلامة إمساك الدفاتر طبقا لنظرية القيد المزدوج، وتحديد انحرافات تنفيذ الموازنة وأسبابه، والمساعدة في إعداد تقديرات موازنة العام التالي. هذه أهم شيء، يعني دائما في موازنات العام الجديد أو التالي تعتمد على التقارير المالية للعام الحالي والمنصرم. أيضا هي أداة هامة للتخطيط والرقابة. طيب عندنا نوعين من انواع التقارير، عندنا تقارير خاصه وتقارير عامه. طيب العناصر المحدده، التقارير الخاصه هي عباره عن عناصر محدده من الحسابات، احيانا تكون حسب الحاجه، يعني في حاجه لتقارير معين لشيء معين عاوزين نعمل له تقارير منفصل، وهذا يسمى بالتقارير الخاص، واحيانا تكون دوريه باعتبار انه يكون كل شهر كل اسبوع كل اسبوعين كل ربع سنويه نصف سنويه الى اخره. أيضا عندنا فيها ما يسمى بتقارير الإيرادات، وهي عبارة عن تقارير المصروفات وتقارير حسابات التسوية. أما التقارير العامة هي عبارة عن تقارير دورية، ودائما تكون في نهاية العام، وهي بتكون لجميع الحسابات والوحدات، كل الحسابات والوحدات. الأضابير تهتم بالجدول الشهري وكشف التوازن والحساب الختامي. طيب عندنا تقارير الإيرادات، وتقارير الإيرادات هذه هي واحدة من التقارير الخاصة، وهي خلاصة إيرادات الشهر، أو هي إيرادات مستقطعة، طبعا إيرادات الشهر خلال 5 أيام من الشهر التالي. يعني إذا مثلا عاوزين نتحدث عن موازنة شهر فبراير، المفروض يخلص في 5 مارس، 5 مارس اللي هي 5 أيام في الشهر التالي. أيضا هي عبارة عن قيم فعلية وأيضا تقديرات للتحصيل.
وأيضا منها نحسب نسبة الفعل إلى المقدر، نحسب الإيراد الفعلي مقارنة مع الإيراد المقدر، نحسبه كنسبة مئوية. طيب عندنا الإيرادات المستقطعة والإيرادات الجبائية البنكية وحركة أوراق ذات قيمة. طيب فيما يخص تقارير حسابات التسوية، تقارير حسابات التسوية هي عبارة عن أمانات وعهد ومديونات مستحقة للدولة، وهذه التقارير اللي هي تقارير حسابات التسوية دائما تعاد كل 3 أشهر، وهي تتابع تسوية المبالغ المستحقة وأسباب استمرار الأرصدة، وبنحتاج فيها للإسم والمبلغ وتاريخ التاريخ ونوع الرصيد. والتقارير الخاصة بالحسابات الختامية دائما لها ملف خاص. طيب الأضابير، الأضابير هي كشف يسجل فيه من أوامر احتماد صرف وإذون التسوية. فمن احتمادات الصرف هي عبارة عن أضابير، أي احتماد صرف أو تصديق بصرف قيمة معينة هو يحفظ ويعتبر واحد من كشوفات الأضابير. أيضا تخصص أضبار لكل باب من المصروفات، وحساب الإيراد وحساب التسوية. ورقم المستند عند أوراق المرفقة، رقم المستند نحتاج للأوراق المرفقة وللمبلغ وللبند المختص، وترسل هذه الأوراق مع مستندات الصرف إلى ديوان المراقبة العامة لفحصها اللي هي لمراجعتها. يعني في المحاسبة دائما عندنا ما يسمى بالمراجعة، أو يحضر مندوب الديوان ويبحثها بالوحدة الحكومية. يعني ممكن يجي مراجع من ديوان المراقبة العامة والمراجعة العامة، يجي في الوحدة ويراجع هذه الأضابير. طيب الأهمية، ما هي أهمية الأضابير؟ أهمية الأضابير أنها تثبت بيانات المستندات وحصرها يسهل المراجعة دائما. أيضا التأكد من صحة التسجيل في الدفاتر بالمطابقة مع المجاميع بالدفاتر، وأيضا إحكام الرقابة في المكلف بإمساك الأضابير ليس هو من يسجل بالدفاتر. يعني شخص يستلم الأضابير هو ليس الشخص الذي قام بعملية التسجيل والكتابة. أيضا عندنا الجدول الشهري، هو تقرير مالي يعد نهاية الشهر، ودائما يكون من 11 صفحة. الصفحات من 2 إلى 3 هي كشف إيرادات، و4 و5 و6 هي كشف مصروفات، و8 و9 هي عبارة عن ميزان الحسابات الشهري، والصفحة 10 و11 هي عبارة عن أرصدة حسابات التسوية. يعني هو جدول شهري يلخص التقارير السابقة. طيب هذا الجدول هو هام جدا، لأنه بيدينا أو يعطينا نتائج المتحصلات الشهرية، وأيضا نقارن هذه المتحصلات مع الشهور الماضية، وأيضا مهم جدا في معرفة مصروفات الشهر مع مقارنة مع الشهور الماضية، وأيضا نقارن أرصدة حسابات التسوية مع الشهور الماضية. يعني هذا الجدول الشهري يعطينا مقارنة لحسابات هذا الشهر مع الشهور السابقة. فيما يخص كشف التوازن، دائما هو من جانبين. الجانب الأيمن دائما هو للمصروفات والحسابات المدينة، والأيسر هو للإيرادات والحسابات الدائنة. دائما الإيراد دائن، ودائما المصروف مدين. طيب كشف التوازن دائما هو يعد بعد الجدول الشهري اللي ذكرنا قبل شوية، هو يعد بعد الجدول الشهري، وهو تكمن أهميته في التأكد من صحة توازن الحسابات نهاية الشهر، يعني في التوازن بين المصروفات والإيرادات، وأيضا يعطينا ملخص لنشاط ونتائج الأعمال، كما يحدد حسابات التسوية ذات الأرصدة والتي لم يتم تسويتها بعد. يعني في بعض حسابات التسوية لم تتم تسويتها بعد، هذه تظهر لنا في كشف التوازن. يعني كشف التوازن يشبه المعادلة، يشبه المعادلة، المعادلة فيها طرف أيمن وطرف أيسر. نفس الطريقة كشف التوازن له جانبين، جانب أيمن وجانب أيسر، جانب مدين وجانب دائن، جانب مصروفات وجانب إيرادات. أيضا جملة المصروفات يعطينا أيضا جملة المصروفات حتى نهاية الشهر، كما يعطينا متحصلات نهاية الشهر مقارنة مع تقديرات الموازنة. طيب نشوف القوائم والتقارير والحساب الختامي. الحساب الختامي المفهوم هو عبارة عن تقرير سنوي يعد في نهاية العام المالي. يعني الحساب الختامي
يعاد في السنة مرة واحدة في نهاية العام المالي، ويتضمن بيانات فعلية عن المصروفات والإيرادات وأرصدة حسابات التسوية. هو عبارة عن بيانات فعلية وليست كما ذكرنا في الموازنة سابقا. الموازنة هي عبارة عن بيانات تغطية عام، الحساب الختامي يتحدث عن بيانات فعلية في نهاية العام، يعني حسابات حدثت وانتهت. أيضا يرفق به العديد من المرفقات، منها محاضر جرد الصناديق اللي هي صناديق المحاسبين، كشف المطابقات مع الأجهزة الحكومية الأخرى، وقرارات المناقلات بين الأبواب والبنود. يعني أحيانا الشخص ينقل احتمال من بند إلى بند أو صرف من بند إلى بند لأي سبب من الأسباب، أيضا هذه تظهر في الحساب الختامي. أيضا الحساب الختامي خطوات بعد إقفال حسابات الشهر الأخير، حساب تاريخ تعلنه وزارة المالية أيضا تحت إشراف لجنة يتم إعداد الحساب الختامي للوحدة، ويتجمع لدى الإدارة المالية بكل وزارة الحساب الختامي لجميع الوحدات. يعني أي وزارة عندها وحدات تحت منها، يعني مثلا وزارة التعليم العالي تحتها كل الجامعات، يعني جامعة الإمام محمد بن سعود تعطيهم حساب الختامي، جامعة الملك فيصل تعطيهم الحساب الختامي، جامعة بيش تعطيهم الحساب الختامي. ونجد أن كل هذه الوحدات المحاسبية تجمع حسابات ختامية لدى الوزارة، إلى أن تتجمع نهائيا في وزارة المالية. خلال شهرين من انتهاء العام المالي تنتهي الإدارة المالية لكل وزارة من الحساب الختامي للوزارة. يعني العام المنصرم اللي هو 2019 حسابات الختامية المفروض تكون انتهت بنهاية الشهر الماضي اللي هو شهر 2 شهر فبراير. أيضا تستقبل وزارة المالية الحسابات الختامية لمختلف الوزارات إلى ديوان المراقبة العامة، وترسل كل وزارة صورة الحساب الختامي لها. طيب أعطيكم معي دقيقة. طيب الحساب الختامي يعد بواسطة لجنة معينة. هذه اللجنة تتكون من 5 أعضاء، هم مدير عام للوحدة ومراقب مالي ومندوب ديوان المراقبة العامة والمدير المالي ورئيس حسابات الوحدة. طيب الحساب الختامي عنده أهميات موجودة اللي هي مقارنة من ضمن أهميات الحساب الختامي، المقارنة مع تقديرات العام وعرض إيرادات المحصلة وعرض مصروفات فعلية، والمقارنة مع الاعتمادات المخصصة، وأيضا عند إعداد موازنات أعوام تالية وعند وضع هو يعتبر مصدر بيانات عند إعداد موازنات في أعوام تالية، وأيضا عند وضع خطط التنمية، وأيضا يوضح معاملات الغير وحقوق الوحدة والتزامات الوحدة، وأيضا هو مقارنة المناقلات في الاعتمادات الأصلية لتوضيح دقة تقديرات الموازنة، وأيضا يفيدنا في التسوية الخاصة بالجهات الحكومية والمطابقات والمخالفات. أهميات الحساب الختامي موجودة. الحساب الختامي أهمياته موجودة نضغط في المذكرة. طيب في أساسيات الحساب الختامي اللي هي مراعاة مواعيد إجراءات إقفال الحسابات، ما يقرب من 20 موعد، يعني عنده مواعيد، مراعاة قواعد وإجراءات وتعليمات إقفال الحساب، وإخفاق مجموعة محددة من الكشوف والبيانات. هذه أساسيات الحساب الختامي. أيضا عنده معادلة اللي هي إجمالي مصروفات العام الفعلية، منها أرصدة حسابات التسوية المدينة آخر العام وأرصدة حسابات التسوية المدينة أول العام، نعمل مقارنة بينهم. طبعا المدينة آخر العام تعتبر بالموجب، والمدينة أول العام تعتبر هي بالسالب. هذه مفروض تساوي عندنا أرصدة حسابات التسوية آخر العام وأرصدة حسابات التسوية آخر العام
يجب أن تساوي إجمالي الإيرادات العام العام الفعلية أو إجمالي الإيرادات العام الفعلية، اللي هي عبارة عن أرصدة حسابات التسوية الدائنة آخر العام وأرصدة حسابات التسوية الدائنة أول العام. يعني الأرصدة الدائنة والأرصدة المدينة، افترض أنها تتساوى سواء كانت في أول العام أو في آخر العام، الأرصدة الدائنة والمدينة سواء كانت في أول العام أو في نهاية العام يجب أن تتساوى. هذه هي معادلة حساب الختام، يجب أن يتساوى الطرفين، يجب أن يتساوى الطرفين. في مثال لكيفية إعداد الحساب الختامي. أيضا في أساسيات فيما يخص إثبات محاسبي المعالجة المحاسبية للإيرادات. إن الحسابات فيما يخص الإثباتات، يعني كيف تثبت أنك صرفت هذا المبلغ أو تصرفت هذا المبلغ، إن الحسابات دعونا نتذكر أن الحسابات التي يتم إثباتها في الدفاتر المحاسبية قد تم توحيدها من قبل تعليمات وزارة المالية، وهذا تحدثنا عنه في الحلقة 19. والحسابات الأولى هي حسابات رئيسية، هي عبارة عن حسابات الميزانية مصروفات وإيرادات، والثانية هي عبارة عن حسابات وسيطة وهي خارج الميزانية، هي عبارة عن أمانات وعهود وصندوق وجاري بنك وجاري وزارة المالية وجاري المؤسسة، هذه مرت علينا سابقا. أيضا حسابات، في حسابات ذات طبيعة مدينة وحسابات ذات طبيعة دائنة، حسابات دائنة وحسابات مدينة. الحسابات المدينة هي المصروفات والعهد والصندوق وجاري البنك وجاري وزارة المالية وجاري مؤسسة النقد والمستحقات العامة. أما الحسابات الدائنة هي الإيرادات والأمانات والشيكات وأوامر الدفع والحوالات والمطلوبات والمستحقات العامة. أيضا هناك قيود محاسبية أو أطراف حسابات تتأثر بمعاملات محددة ومن ثم تكاد تمثل حالات نمطية. طيب الحالات النمطية اللي هي عبارة عن حسابات معينة اللي هي المصروفات والإيرادات وحساب أوامر الدفع وحساب الحوالات. إثبات الصرف في المصروفات دائما يكون من حساب مصروفات إلى حساب أوامر دفع أو إلى حساب حوالات. دائما المصروفات الإثبات يكون من حساب مصروفات إلى حساب أوامر الدفع أو إلى الحوالات، يعني أي مصروفات أنت صرفتها إما أن تكون دفع أو تكون عبارة عن حوالة. طيب القيد الثاني، هذا هو القيد الأول. القيد الثاني بترتبه أنت كمحاسب، استبعاد في نفس العام المالي من حساب كذا إلى حساب مصروفات للاستبعاد. طيب فيما يخص الإيرادات كيف نثبت التحصيل؟ يعني إيراد معناها تحصل مبلغ مالي، فنثبت التحصيل النقدي بموجب أمر القبض، يعني يكون عندك إيصال يسمى بأمر القبض، وهذا يكون من حساب الصندوق إلى حساب الإيرادات، إذا استلمت من الصندوق ويعتبر كإيراد. وفيما يخص الغيد الثاني استبعاد في نفس العام المالي من حساب إيرادات الاستبعاد إلى حساب كذا، شايف العكس بين المصروفات والإيرادات في القيد الأول والغيد الثاني، إذا قارنتها مع بعض إذا هي عملية عكسية. طيب فيما يخص حساب أوامر الدفع، أوامر الدفع في القيد الأول هي عبارة عن تحرير استمارة أمر احتمال صرف من حساب مصروفات إلى حساب أوامر دفع، من حساب مصروفات إلى أوامر دفع. أما في الغيد الثاني هي عبارة عن استلام إشعار من وزارة المالية بسحب شيك من حساب أوامر دفع إلى حساب جاري وزارة المالية. فيما يخص الحوالات في القيد الأول تحرير استمارة أمر احتمال صرف من حساب مصروفات بنت إلى حساب حوالات، وتحرير كشف مدفوعات ثم إذن تسوية من حساب حوالات إلى حساب صندوق. هذه الحسابات يجب المراجعة والتركيز فيها شوية، الناس ورد تركز فيها بصورة أكبر. خلونا نمشي لبعض الأسئلة عشان نقدر نمر على عدد من الأسئلة.
طيب السؤال الأول، تقارير مالية إحصائية حكومية. تقارير، هذه يا شباب تقارير مالية إحصائية حكومية، هذه معني بها التقارير المالية. التقارير المالية، طيب تقارير مالية إحصائية حكومية، كشف التوازن، كشف واحد، كشف يومي، اثنين أسبوعي، ثلاثة شهري، أربعة سنوي. ها شباب، كشف التوازن، كشف التوازن هو كشف يومي، أسبوعي، شهري، سنوي. شهري، وإجابة صحيحة. شهري وإجابة صحيحة. طيب سؤال آخر، تقارير مالية حكومية، كشف التوازن يتضمن أرصدة، يتضمن أرصدة، واحد أصول ثابتة، اثنين خصوم ثابتة، ثلاثة حقوق الملكية، أربعة حسابات التسوية. ها شباب، سؤال مرة أخرى، تقارير مالية إحصائية حكومية، كشف التوازن يتضمن أرصدة، واحد أصول ثابتة، اثنين خصوم ثابتة، ثلاثة حقوق الملكية، أربعة حسابات التسوية. كشف التوازن، هذا بعد الجدول الشهري، بعد الجدول الشهري يتضمن. ها، لا لا شهري ولا ما حقوق، ليس دي حقوق. أربع حسابات التسوية، إجابة صحيحة. كشف التوازن يتضمن أرصدة حسابات التسوية. طيب ثلاثة، كشف التوازن في الجانب الأيمن، كشف التوازن الجانب الأيمن، واحد المصروفات، اثنين المصروفات والحسابات المدينة، ثلاثة حسابات المدينة، أربعة على شيء مما سبق. ممتاز، مصروفات وحسابات مدينة، إجابة صحيحة. مصروفات وحسابات مدينة، هذا الطرف الأيمن. طيب سؤال آخر، كشف التوازن الجانب الأيمن، الجانب الأيمن أو خلي الجانب الأيسر، هذا الجانب الأيمن، كشف التوازن في الجانب الأيسر، المصروفات، اثنين المصروفات والحسابات المدينة، ثلاثة الإيرادات، أربعة الإيرادات والحسابات الدائنة. الجانب الأيسر، الجانب الأيسر، واحد مصروفات، اثنين مصروفات وحسابات مدينة، ثلاثة إيرادات، أربعة إيرادات وحسابات دائنة. إيرادات وحسابات دائنة، إجابة صحيحة. إيرادات وحسابات دائنة، إجابة صحيحة. طيب في أيضا في التقارير المالية، كشف التوازن أو في الجدول الشهري، في التقارير المالية في الجدول الشهري يتكون من ثلاثة صفحات أو ثمانية صفحات أو 11 صفحة أو أكثر من 11 صفحة. 11 صفحة، إجابة صحيحة. الجدول الشهري يتكون من 11 صفحة، وذكرناها بالتفصيل، ذكرنا هذه 11 صفحة بالتفصيل. طيب أيضا في التقارير المالية الجدول الشهري
تمثل صفحتا 8 و9، واحد ميزان مراجعة الأرصدة، اثنين ميزان مراجعة بالمجاميع، ثلاثة ميزان الحساب الشهري، أربعة ميزان المراجعة الشهري. الجدول الشهري الصفحة 8 و9 هي عبارة عن ميزان مراجعة بالأرصدة، واحد، اثنين ميزان مراجعة بالمجاميع، ثلاثة ميزان الحسابات الشهري، أربعة ميزان المراجعة الشهري. ثلاثة ميزان الحسابات الشهري، إجابة صحيحة. ميزان الحسابات الشهري، إجابة صحيحة. طيب، سؤال آخر أيضا في التقارير المالية الحكومية. الجدول الشهري يتضمن مصروفات الشهر مقارنة معه، واحد، مصروفات الشهر الماضي، اثنين، الاعتماد، ثلاثة، مصروفات الشهور الماضية، أربعة، اثنين وثلاثة. السؤال مرة أخرى، الجدول الشهري يتضمن مصروفات الشهر مقارنة معه، واحد، مصروفات الشهر الماضي، اثنين، الاعتماد، ثلاثة، مصروفات الشهور الماضية، أربعة، اثنين زائد ثلاثة. إجابة صحيحة، اثنين زائد ثلاثة، يا لما. طيب، التقارير أيضا في التقارير المالية، الجدول الشهري يتضمن مصروفات الشهر مقارنة معه، واحد، إيرادات الشهور الماضية، اثنين، مصروفات الشهور الماضية، ثلاثة، مصروفات الشهور الماضية والاعتماد، أربعة، إيرادات الشهور الماضية والاعتماد. يعني الإجابة صحيحة. هذا نفس السؤال لكن الإجابات كانت بصيغة أخرى، نفس السؤال السابق لكن كانت الإجابات بصيغة أخرى. فالجدول الشهري يتضمن مصروفات الشهر مقارنة مع مصروفات الشهور الماضية والاعتماد. أيضا في الجدول الشهري يتضمن إيرادات الشهر مقارنة مع، واحد، إيرادات الشهور الماضية، اثنين، مصروفات الشهور الماضية، ثلاثة، مصروفات الشهور الماضية والاعتماد، أربعة، إيرادات الشهور الماضية والاعتماد. ثلاثة، أول إجابة صحيحة فعلا. الجدول الشهري يتضمن إيرادات الشهر مقارنة مع الإجابة إيرادات الشهور الماضية، إيرادات الشهور الماضية. طيب، سؤال آخر، تقارير مالية إحصائية حكومية، عدد تقارير الإيرادات هي 6 أو 5 أو 4 أو 3. أربعة، إجابة صحيحة. تقارير حسابات التسوية هي عبارة عن، أو تقارير الإيرادات هي عبارة عن 4 تقارير. طيب، حسابات التسوية، عدد تقارير حسابات التسوية، عدد تقارير حسابات التسوية هل هي 6 أو 5 أو 4 أو 3؟ تقارير حسابات التسوية هي عبارة عن 3، إجابة صحيحة. تقارير التسوية 3 تقارير، وتقارير الإيرادات 4 تقارير. تقارير الإيرادات 4 وتقارير التسوية 3. طيب، يتضمن تقارير الإيرادات المستقطعة ما ورد من إيرادات مستقطعة ضمن، واحد، إذن التسوية، اثنين، الشيكات، ثلاثة، أوامر الدفع، أربعة، أوامر اعتماد الدفع، وهي نفسها استمارات أوامر الصرف. السؤال مرة أخرى، تقارير مالية إحصائية حكومية، يتضمن تقارير الإيرادات المستقطعة ما ورد من إيرادات مستقطعة ضمن، إجابة صحيحة اللي هي أوامر الصرف، ضمن أوامر اعتماد الدفع أو ما تسمى باستمارات أوامر الصرف. الإجابة صحيحة يا لمع. طيب،
سؤال آخر: تقرير خلاصة إيرادات الشهر يجب الانتهاء من إعداده بحد أقصى قبل أو في 15 يوم من الشهر التالي، أو 10 أيام من الشهر التالي، أو 7 أيام من الشهر التالي، أو 5 أيام من الشهر التالي. تقرير خلاصة إيرادات الشهر يجب الانتهاء من إعداده بحد أقصى 15 يوم من الشهر التالي، أو 10 أيام من الشهر التالي، أو 7 أيام من الشهر التالي، أو 5 أيام من الشهر التالي. 15 يوم إجابة خاطئة يا لما ويا لما يا سارة. 5 أيام إجابة صحيحة. 5 أيام، 5 أيام إجابة صحيحة. طيب سؤال آخر: يتم إعداد الحساب الختامي، يتم إعداد الحساب الختامي 1 يوميا، 2 أسبوعيا، 3 شهريا، 4 سنويا. الحساب الختامي يعد في عنوان المولد سنويا، وإجابة صحيحة هي خيار 4، يعد سنويا، يتم إعداد الحساب الختامي سنويا. طيب سؤال آخر: الحساب الختامي يتضمن بيانات 1 بيانات تقديرية، 2 فعلية، 3 شهرية، 4 ربع سنوية. الحساب الختامي بياناته فعلية، إجابة صحيحة، يجب أن تكون بيانات الحساب الختامي فعلية. طيب الحساب الختامي يرفق به محاضر جرد، يرفق به محاضر جرد 1 البنوك، 2 الصناديق، 3 جاري وزارة المالية، 4 جاري مؤسسة النقد. إجابة صحيحة الصناديق، لا بد من توضيح جرد الصناديق في الحساب الختامي، لا بد أنها ترفق، يرفق بالحساب الختامي محاضر جرد الصناديق، محاضر جرد الصناديق. طيب الحساب الختامي يرسل صورة من كل وزارة إلى ديوان، يرسل صورة من كل وزارة إلى ديوان، واحد الخدمة المدنية، 2 المظالم، 3 هيئة التحقيق العام، 4 المراقب العام. المراقب العام إجابة صحيحة، يجب أن يرسل صورة من كل وزارة إلى ديوان المراقب العام. طيب سؤال آخر عن الحساب الختامي: يتم إعداده بعد إقفال حسابات الشهر الثالث، السادس، التاسع، الثاني عشر. الثاني عشر يعني آخر سنة في الشهر، في آخر شهر في السنة بمجرد ما انتهى يبدأ مباشرة في إعداد الحساب الختامي. طيب الحساب الختامي تنتهي كل وزارة من إعداده خلال أسبوعين من انتهاء السنة المالية، أو شهر من انتهاء السنة المالية، أو شهرين من انتهاء السنة المالية، أو 3 شهور من انتهاء السنة المالية. الوزارات تعيد الحساب الختامي بعد نهاية السنة المالية متى؟ شهرين، وإجابة صحيحة، شهرين وإجابة صحيحة. طيب سؤال آخر: الحساب الختامي تتكون لجنة إعداده من، تتكون لجنة إعداده من 3 أعضاء، عضوية 3 ويرأسهم رابع، 4 أعضاء، عضوية 4 ويرأسهم خامس. هي 5 أعضاء، يعني 5 أعضاء، لكن الإجابة المناسبة هنا الخيار الرابع اللي هي عضوية 4 ويرأسهم خامس، عضوية 4 ويرأسهم خامس. طيب في الحساب الختامي يرأس لجنة إعداده 1
الرئيس مين في الخمسة هذول؟ مدير الإدارة المالية واحد، أو مدير الحسابات، أو مندوب ديوان المراقبة العامة، أو مدير الوحدة. مدير عام الوحدة أو مدير الوحدة هو من يرأس هذه الليلة. طيب في الحساب الختامي من خارج الوحدة يشارك في اللجنة واحد مندوب ديوان المراقبة العامة، اثنين المراقب المالي، واحد زائد اثنين لا أحد مما سبق. من خارج الوحدة يشارك في لجنة الحساب الختامي واحد مندوب ديوان المراقبة العامة، اثنين المراقب المالي، واحد زائد اثنين لا أحد مما سبق. واحد زائد اثنين وإجابة صحيحة، يشارك في اللجنة مندوب ديوان المراقبة العامة والمراقب المالي. طيب يتم تعديل المصروفات الفعلية ب أرصدت حسابات التسوية المدينة آخر العام، وأرصدت حسابات التسوية المدينة أول العام، أو ألف زائد ب، أو لا شيء مما سبق اللي هي واحد زائد اثنين. يتم تعديل اللي هي المعادلة طرف أيمن وطرف أيسر. أرصدت حسابات التسوية آخر العام، أو أرصدت حسابات التسوية أول العام، واحد زائد اثنين أو لا شيء مما سبق. ألف زائد باء إجابة غير صحيحة يا لما، يعني الخيار الأول والثاني غير صحيح. ما في خيار آخر العام. السؤال مرة أخرى، يتم تعديل المصروفات الفعلية ب واحد أرصدت حسابات التسوية المدينة آخر العام، اثنين أرصدت حسابات التسوية المدينة أول العام، واحد زائد اثنين لا شيء مما سبق. الإجابة لا شيء مما سبق. المعادلة تتم بين أربع حسابات، ذكرنا قبل شوية أربع حسابات، أرصدة مدينة أول العام وآخر العام، وأرصدة داين أول العام وآخر العام، تتم بين أربع حسابات وليست حسابين. من الآن فقط أرصدة آخر العام وأرصدة أول العام، في أربع حسابات الشباب ذكرنا قبل شوية، ورجعت لي الشرح ورجعت لي الشرائح الموجودة عندك. طيب في الحساب الختامي أيضا يتم تعديل الإيرادات الفعلية، تعديل أيضا معادلة. أرصدت حسابات التسوية الدائنة آخر العام، أو أرصدت حسابات التسوية الدائنة أول العام، أو واحد زائد اثنين ولا شيء مما سبق. أعيد السؤال مرة أخرى، يتم تعديل الإيرادات الفعلية في الحساب الختامي بين أرصدت حسابات التسوية الدائنة آخر العام، وأرصدت حسابات التسوية الدائنة أول العام. لا شيء مما سبق. طيب طبعا المعادلة هذه ما تكون فيها خيار واحد يا نوف، أي معادلة هي تكون من طرفين، لازم يكون فيها خيارين ليس خيار واحد. أي سؤال عن معادلة لابد أن يكون فيه خيارين، لازم يكون فيه خيارين وليس خيار واحد. راجع هذه المعادلة، هي معادلة موجودة في الحلقة 22 في الشريحة الثالثة من الأخير، ممكن تراجعوها
وتشوف كيفية فهمها كويس. طيب سؤال آخر، إذا كانت المصروفات الفعلية 20 أرصدة تسوية مدينة آخر في أول العام، و طيب خلي هذا السؤال خليه تاج حساب وتركيز. طيب في الحساب الختامي يرأس لجنة إعداده، هذا السؤال مر علينا، واحد مدير الإدارة المالية، اثنين مدير الحسابات، ثلاثة مندوب ديوان المراقبة العامة، أربعة شخص آخر ليس ممن سبق ذكره. أربعة اللي هو اللي بيرأس اللجنة ذكرنا قبل شوية، اللي هو مدير الوحدة. مدير الوحدة هنا غير مذكور، مدير الوحدة غير مذكور. طيب زمن يداهمنا. طيب سؤال، تم المصادقة على صرف 21,000 لمقاول. خلي بالك السؤال، تم المصادقة على صرف 21,000 لمقاول، هذه قيمة غرامة تم احتسابها بالخطأ. الطرف الدائن في هذه الحالة حساب إيرادات اللي هو غرامات، واحد، اثنين حساب إيرادات للاستبعاد أيضا غرامات، أو حساب أوامر الدفع، وأربعة حساب أوامر احتماد دفع. سؤال مرة أخرى، تم المصادقة على صرف 21,000 ريال لمقاول، هذه عبارة عن قيمة غرامة تم احتسابها بالخطأ. الطرف الدائن، واحد، حساب إيرادات غرامات، اثنين حساب إيرادات للاستبعاد غرامات، ثلاثة حساب أوامر الدفع، أربعة حساب أوامر احتماد دفع. حساب أوامر دفع إجابة صحيحة، حساب أوامر دفع إجابة صحيحة، ذكرناه أيضا قبل شوية في الشرح. طيب سؤال آخر، أفاد إشعار بإصدار شيك بقيمة 21,000 لمقاول، قيمة غرامة تم احتسابها بالخطأ. الطرف الدائن في هذه الحالة، واحد، حساب أوامر احتماد دفع، حساب أوامر دفع، ثلاثة حساب جاري وزارة المالية، أربعة حساب الصندوق. أربعة حساب الصندوق. سؤال مرة أخرى، أفاد إشعار بإصدار شيك بقيمة 21,000 مقابل، قيمة غرامة تم احتسابها بالخطأ. الطرف الدائن، هذا السؤال عن شيك، تم إصدار شيك، الطرف الدائن للشيك هذا مين؟ 21,000. حساب أوامر احتماد دفع، واحد، اثنين حساب أوامر دفع، ثلاثة حساب جاري وزارة المالية، أربعة حساب الصندوق. حددناها قبل شوية الدائن من المدين، موجودة قبل شوية ذكرناها في الشرح، ذكرناها قبل شوية. هنا الإجابة هي حساب جاري وزارة المالية. تقريبا مرينا قبل شوية قبل أسبوعين أنه أي شيك بأكثر من 20,000 يصرف من وزارة المالية، يصرف بشيك من وزارة المالية. طيب السؤال، كيف نعرف الطرف الدائم من الطرف المدين؟ الحسابات المدينة ذكرناها قبل شوية، اللي هي المصروفات، أي مصروف مدين، العهد والصندوق وجاري البنك وجاري وزارة المالية وجاري مؤسسة النقد والمستحقات العامة اللي هي استفادة الخدمة. الحسابات ذات الطبيعة الدائنة اللي هي الإيرادات والأمانات والشيكات وأوامر الدفع والحوالات والمطلوبات والمستحقات العامة أو تقديم الخدمة، ذكرناها قبل شوية هذه الحسابات الدائنة والمدينة، موجودة عندك في الكتاب اللي أرسلنا لك. طيب سؤال أخير نختم اليوم، تم تصميم برنامج حاسب آلي من جامعة الإمام محمد بن سعود لصالح إدارة الجوازات. الطرف المدين بدفاتر الجامعة، يعني ناس الجامعة يكتبوا الطرف المدين مين، هل واحد حساب مطلوبات، أو اثنين حسابات تسوية مستحقات عامة، ثلاثة حساب إيرادات، أربعة حساب جاري وزارة المالية. نجيك للسؤال،
ثلاثة حساب إيرادات، لا ما صحيح. تم تصميم برنامج حاسب آلي من جامعة الإمام لصالح إدارة الجوازات. الطرف المدين بدفاتر الجامعة. المدين. هل هو واحد حساب مطلوبات، اثنين حساب تسوية مستحقات عامة، ثلاثة حساب إيرادات، أربعة حساب جاري وزارة المالية؟ الخيار الصحيح هو حساب تسوية مستحقات عامة. حساب تسوية مستحقات عامة هذا من ضمن حسابات التسوية. هذا هو طرف مدين، طرف مدينة التسوية، لأنه هذا المبلغ يكون في حساب التسوية بيضاف إلى الصندوق أو بيضاف إلى ها قصدك شنو يا علامة؟ ها لا يعني احنا قاصدين اذا انت كنت محاسب وعاوز تسجل هذا الاجراء كيف يتم تسجيله، هذا هو معنى السؤال. اذا انت كنت مسؤول عن الحسابات والجامعة صممت برنامج لإدارة الجوازات، الطرف المدين انت تكتبي كيف؟ من هو الطرف المدين؟ المدين هو عبارة عن تسوية مستحقات عامة. الى الان ما تم ايراد هذا المبلغ، ما تم ايراده الى الجامعة، فبيسجل في تسوية، في التسوية مستحقات عامة. هذه مستحقات عامة الى الان ما تم سداده، ما قال لك تم تحرير الشيك ولا قال لك تم ايداع هذا المبلغ في صندوق الجامعة ولا ما ذكر اي تفاصيله، فقط هذا يكون موجود كمستحقات عامة. الى الان ما وصلت، يعني المستحقات العامة هي مدينة الى ان تأتي بعدها بيكون في اجراء اخر، فبتسجل هي اي عملية اجرائية بتسجل في حالتين، عندنا قيد اول وقيد ثاني، ايضا ذكرت قبل شوية في الشرح، اي عملية تسجل في حالتين، قيد اول وقيد ثاني. حتى بعدين في الاختبار بيجيك اسئلة يا شباب، في الاختبار حتجيك اسئلة من ضمن الخيارات فيها قيدين، قيد اول وقيد ثاني، فلازم تتأكد ان في قيد اول وفي قيد ثاني. يلا شكرا، السلام عليكم، في امان الله.